أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الصف الثاني الثانوي مادة الأحياء، مرة أخرى مع منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله في درسنا النهاردة هنكمل باب التغذية والهضم في الكائنات الحية، بس هناخد المرة دي التغذية الغير ذاتية، وبالذات درس الهضم في الإنسان كمثال على التغذية الذاتية. التغذية الذاتية ودرس الهضم في الإنسان لازم أعرف هو طالب مني إيه في الدرس ده عشان أركز عليه. هو طالب مني إني أفهم مفهوم أو أتعرف على مفهوم الهضم وأهميته، أتعرف على الإنزيمات وخصائصها وطبعا طبيعتها، وأتعرف على شرح آليات عمل الإنزيمات وشرح تركيب الجهاز الهضمي في الإنسان ومراحل الهضم في أجزاء الجهاز الهضمي. ده التوتال بتاع الهضم في الإنسان. إحنا إن شاء الله هنقف لغاية شرح وتركيب بعض أجزاء الجهاز الهضمي، يعني مفهوم الهضم وأهميته. إحنا اتفقنا من أول الباب إن في نوعين من التغذية، نوع التغذية الذاتية، وقلنا أي حاجة لونها خضراء وفيها بلاستيدات خضراء بتعتبر ذاتي التغذية، لأن في مادة الكلوروفيل. أي كائن حي في مادة الكلوروفيل على طول بنقول ذاتي التغذية. أما التغذية غير ذاتية وخدنا منها أنواع زي الطفيلية والرمية والعضوية متنوعة التغذية. التغذية الذاتية زي ما أنا قلت لك كائن حي بيستطيع تصنيع غذائه بنفسه عن طريق تفاعلات كيميائية لبناء مركبات عضوية معقدة، معقدة التركيب عالية الطاقة، من مواد عضوية غير عضوية أولية بسيطة التركيب منخفضة الطاقة زي اللي بيحصل في النبات. عملية البناء الضوئي بيحصل على ثاني أكسيد الكربون والمية من البيئة المحيطة به، مواد غير عضوية اهي أولية بسيطة الطاقة للحصول على غذاء النبات اللي هو الجلوكوز، طبعا بيطلع مية وأكسجين. النبات الأخضر لازم يكون فيه بلاستيدة خضراء اللي فيها مادة الكلوروفيل اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي. التغذية غير الذاتية برضو هنعرفها بإن هي كائن حي لا يستطيع تكوين غذائه بنفسه، وبالتالي بيعتمد على إيه؟ على غيره في الحصول على الغذاء. مثال أنا عندي المتنوع اللي هو آكل اللحم وآكل النبات اللي هو الإنسان، اللي هو طبعا غير ذاتي التغذية عضوي، غير ذاتي التغذية متنوع الغذاء. الإنسان غير ذاتي التغذية بيحصل على غذائه. الغذاء ده يا ترى إيه؟ الغذاء متنوع زي ما احنا قايلين، يعني بروتين، كربوهيدرات، ليبيديت يعني دهون، لحوم، نباتات، متنوع مش بس حاجة واحدة. طيب هيستفاد بهذه المواد المعقدة التركيب ازاي؟ ازاي هيقدر يستفاد منها وهي مواد معقدة وعالية الطاقة؟ يبقى أنا لازم أحولها لمواد أولية أو مواد بسيطة أقدر أستفاد منها. أستفاد منها إزاي؟ أحولها أهو زي ما أنت شايف من مواد معقدة التركيب إلى مواد أبسط منها. طب العملية دي بتتم إزاي؟ بتتم إزاي؟ بتتم على مراحل. مرحلة الهضم، مرحلة الامتصاص، وفي مرحلة اللي هي التمثيل الغذائي أو الأيض بنوعيه، وبعد كده التخلص من الفضلات.
الهضم اول حاجة عشان اقدر استفاد من الاكل. وخلي بالك انا بركز وبقول ايه الهضم وليس الهدم، في اختلاف كبير. الهضم احنا عارفينه، لما اجي اقول بهدم الجلوكوز للحصول على الطاقة، فانا بكسر الروابط ما بين الجزيئات وبعضها، تمام. لكن الهضم هنا ايه معناه؟ الهضم انا بحول جزيئات الطعام الكبيرة الى جزيئات صغيرة، تمام، بواسطة التحلل المائي، ويساعد على ذلك وجود انزيم. اخدت بالك ان في حاجتين ضرورية في تحويل الطعام من جزيئات كبيرة لصغيرة؟ ايه هي؟ ايه الشرطين اللي لازم يتواجدوا؟ في وجود انزيم وبواسطة التحلل المائي. طب يعني ايه كلمة التحلل المائي؟ احنا عارفين الانزيم من سنة اولى ثانوي، لكن برضو هنتكلم عنه شوية عشان نفتكره. لكن يعني ايه تحلل مائي؟ ما معنى كلمة تحلل مائي؟ التحلل المائي ده هو عملية كيميائية بيتم فيها إضافة جزيء مية إلى المادة. في بعض الأحيان خلي بالك هذه الإضافة بتسبب تفكك جزيء الماء نفسه إلى أيونات سالبة اللي هو OH وأيونات موجبة اللي هي H، وطبعا تفكك المادة الأخرى إلى جزئين. أنا بضيف المية في عملية كيميائية بيحصل تفاعل، ممكن تتفكك المية وكمان بيتفكك المادة الأخرى. الهضم تحويل جزيئات الطعام من كبير إلى صغير. يعني إيه؟ يعني البروتين بيتحول لأحماض أمينية. ما هو خلي بالك البروتين أنصاف أقطار كبيرة، فمش هتقدر تخش أو تدخل إلى الأنسجة والأوعية الدموية عشان يقدر يستفاد بيها الإنسان، فلازم أحللها إلى مونيمرات صغيرة. بروتينات المونيمر بتاعها أحماض أمينية، النشويات والكربوهيدرات المونيمر بتاعها سكر وأحادي وجلوكوز، الدهون أو اللبيدات المونيمر بتاعها أو الجزيء الصغير بتاعها هو أحماض دهنية وجلسترول. الثلاثة دول عشان يقدر الجهاز الهضمي يقدر يمتصه عشان بعد كده يوصل للتمثيل الغذائي عشان ياخد طاقة. تاني عملية هي عملية ايه؟ عملية ايه؟ عملية الامتصاص. عملية الامتصاص، بس قبل ما اجي لعملية الامتصاص انا اتكلمت عن الانزيمات وقلت في وجود انزيمات، صحيح، نرجع للشريط اللي فاتت وقلت ايه، في وجود انزيم وتحلل الميه وعرفت تحلل الميه. طب اخد كده فكره عن انزيم بسيطه واحنا واخدينها في اولى ثانوي بس برضو افتكرها. الانزيمات هي مواد بروتينيه لها خصائص العامل المساعد او الحفاز. فاكر كده فكره بسيطه، لكن طبعا هدرسها بالتفصيل بعد شويه. طيب يعني الانزيمات كلها بروتينات؟ ايوه. طب هل البروتينات كلها انزيمات؟ لا، لكن الانزيم هو بروتين وله خصائص العامل الحافز او العامل المساعد. لما بحلل الطعام تحلل مائي ويتهضم مش يتهدم، يحصل تاني عملية وهي عملية الامتصاص اللي بتحدث في الأمعاء الدقيقة. بتمتص ايه؟ بتمتص المونيمرات اللي انا حولت البوليمرات الكبيرة الى مونيمرات صغيرة، جزيئات صغيرة، عشان تقدر تدخل الأوعية، يحصل امتصاص. زي السكريات، زي الأملاح، زي الأحماض الأمينية، زي الأحماض الدهنية. لكي أنقله فين بعد الامتصاص؟ لكي أنقله إلى إيه؟ إلى إيه؟ هنقله لإيه؟ هنقله إلى الجهاز الدوري الدم عشان يبدأ ينقله
لإيه؟ لعملية التمثيل الغذائي، العملية التالتة. طب ما ناخد التمثيل الغذائي كده فكرة عنها؟ أيوه. أنا عايزة أستفاد من الغذاء، فحولته من بوليمر لمونيمر، حصل له عملية امتصاص في الجهاز الهضمي عشان يصل إلى الجهاز الدوري. وانس إن هو دخل الجهاز الدوري، هبدأ أستفاد منه في التمثيل الغذائي اللي هي عملية الأيض بنوعيها. إيه نوعيها؟ لا، ما هو أصل في هدم وفي بناء. هدم، أنا عايزة أحصل على طاقة. الهدم اللي عندي أنا عايزة أحصل على طاقة. تمام. بكسر أهو، في هدم أهو، بكسر الإيه؟ الروابط اللي ما بين الجزيئات عشان أحصل على طاقة. عملية البناء اللي هي البلمرة عكس الإيه، لو أنت خدت بالك، عكس إيه؟ الهضم. هي بناء من المونيمر الصغير للبوليمر الكبير. ليه؟ عشان أبدأ تعويض التالف، عشان أنمو. لو أنا بتكلم كمان على الإنسان، أعوض التالف أو أنمو، تعويض الأنسجة التالفة، بناء أنسجة، كل دي عملية بناء. تمام. أول حاجة بقى همشي فيها وأدرسها هي عملية الهضم، وهعرف إزاي بتتم عملية الهضم. إحنا قلنا عشان أستفيد لازم في 3 مراحل، صح؟ صح كده. طيب أنا داخلة على أول مرحلة هي عملية الهضم، وأنا قلت عملية الهضم هو تحويل الجزيئات الكبيرة البوليمر إلى مونيمر، جزيئات أصغر منها، بواسطة تحلل المية أو الشرط الأولاني، بيساعد ذلك في وجود الأنزيم. طيب أنا عايزة بقى أدرس الإنزيم بتفصيل شوية عشان أفتكره. إيه هو إيه الإنزيم ده؟ لما يتركب شكله إيه؟ بيعمل إيه؟ إيه وظيفته؟ احنا اتفقنا ان الانزيمات هي مواد بروتينية لها خصائص العامل المساعد او العامل الحافز. هي سلسلة من الاحماض الامينية، مش الحمض الاميني هو المونيمر بتاع البروتين، وهي ملتفة مع بعضها وحول بعضها بشكل معقد، وشكلها كروي كمان، يعني شكل الإنزيم كروي. والوظيفة بتاعته، لا ده أنا هدرس بقى وظيفته، لأن هي زي العامل الحافز، زي المساعد، تقليل سرعة، طبعا بتزيد من سرعة التفاعل، تقليل من طاقة التنشيط، لا يتأثر، يعتبر من العوامل المحفزة. هنعرفها دلوقتي، بس نشوف الفيلم ده مع بعضنا عشان نقدر برضو نشوف الإنزيم بيشتغل إزاي. آدي الإنزيم، الإنزيم اللي عندي ده عنده مكان، شايف المكان؟ شايف المكان ده؟ ده الشكل الفراغي بتاع الإنزيم، عنده بروز، عنده شكل خارجي بيناسب الإيه، المادة اللي هو مفروض أهي، دي مادة اللي هي البوليمر، عشان يبدأ يعمل لها تحلل ميه، عشان يبدأ يحولها من جزيئات كبيره لجزيئات هي زي ما انت شايف 2 جزيء اهو، حللها كسرها. بس لاحظت حاجه، لاحظت ان نفس الشكل بتاع الايه اللي على الانزيم هو نفس شكل الماده اللي انا هحولها. ليه؟ هقول لك. اصل من خصائص الانزيم ان هو متخصص. يعني ايه متخصص؟ يعني ايه متخصص؟ متخصص يعني لازم التجويف اللي انا شاورت لك عليه اللي هو فوق الانزيم اهو، يكون او يتناسب مع بروزات المادة اللي المفروض يحللها، اللي بنسميها المادة الهدف. اصل كل انزيم لمادة اسمها المادة الهدف. تمام. طيب
تمام، زي الضبة والمفتاح زي ما بيقولوا. طب دخل المفتاح، لو ما كانش شكل الضبة اللي في الباب عمره ما هيفتح. وعشان كده ان كل ضبة ليها مفتاح معين، عمر ما في مفتاح يدخل في ضبة تانية، او فما يقولوا دايما الضبة والمفتاح. لكل انزيم ليه مادة هدف بيعمل. الانزيم مثلا اللي بيحول جزيئات الطعام مثلا اللي في الكربوهيدرات، غير اكيد الانزيم المختص بالبروتينات. ده كمان العكس، ده كمان الكربوهيدرات الانزيم اللي بيؤثر على الكربوهيدرات المعقدة، غير اللي بيأثر او خلاف اللي بيأثر على المالتوز. يعني اللي بيؤثر على المعقدة زي النشا انزيم، غير اللي بيأثر على المالتوز ويكسره الى جلوكوز. اه تخيل بقى التخصص، مش كمان بس كربوهيدرات وبروتينات، لا ده داخل الكربوهيدرات الانواع بتاعتها اللي كل واحد فيها انزيم عن التاني. ليه؟ لان هي عندها شكل فراغي بيختلف عن الاخر، فبالتالي لكل مادة ليها ايه؟ ليها انزيم خاص بيها. بتزيد من معدل التفاعل او سرعة التفاعل؟ ايوه بتزيد، بتزيد من فوق. ما هي دي وظيفتها، الوظيفة الأساسية بتاعت الإنزيم بتاعي، إن أنا بزيد معدل التفاعل زيها زي العامل الحافز، زي العامل المساعد، زي درجة ارتفاع درجة الحرارة، زي إن أنا بضع بعض الإيه المواد عشان تساعد في سرعة التفاعل، بدل ما ياخد ساعة لا ياخد إيه نص ساعة أو ربع ساعة. وطالما هي عامل زي عوامل الحافزة، إذن فهي بتزيد معدل أو سرعة التفاعل. بتتأثر بالعوامل، أيوة بتتأثر بالبي اتش زي ما قلنا في أولى ثانوي، ودرجة الحرارة. طب ليه درجة الحرارة؟ الله، هو أنت مش قلت إن الإنزيم في الأصل بروتين، والبروتين دوت بيتأثر بدرجة الحرارة؟ هو أنت لما تاخد البيضة وتحطها في المية وبنسلقها، ايه اللي بيحصل؟ بتتجمد، بتتجلط. اذا فدرجة الحرارة بتأثر على البروتينات. طب ما الانزيم بروتين برضو درجة الحرارة بتأثر عليه. والبي اتش بتأثر طبعا، لكل انزيم ليه بي اتش خاصة بيه. لو اشتغل في الاتش، لو اشتغل في الوسط الحامضي استحالة يشتغل في الوسط القاعدي لأنه هو حامضي، والعكس لو كان بيشتغل في الوسط القاعدي استحالة يشتغل في الوسط الايه الحامضي. بعضها لها تأثير عكسي. يعني ايه لها تأثير عكسي؟ احنا اتفقنا ان الانزيم اللي عندي ليه شكل فراغي، ليه مادة هدف واحدة، بيقوم بإيه؟ بتحولها إلى جزيئات صغيرة. لا ده بعض الإنزيمات كمان زي ما هي بتقدر تحول لجزيئات أصغر، تقدر كمان ترجعها وتبلمرها، يعني تخليها تتحد مع بعض وترجع تاني قطعة كبيرة. يبقى ليها اتجاه أو تأثير عكسي، تكسر أو تحلل الجزيئات كبيرة إلى صغيرة، وكمان تقدر إن هي تعمل لها عملية برمرة تاني وتجمعها وتعمل لها اتحاد مرة أخرى وتحولها لبوليمر. إنزيمات بتفرز غير نشطة، أيوة في إنزيمات بتفرز غير نشط. بص بقى، طالما قال لك غير نشط على طول تقول الإنزيمات الخاصة بهضم البروتين، الإنزيمات الخاصة بهضم البروتين، وهنعرف ليه. كمل مع بعض. الانزيمات، الانزيم بيتفاعل،
المفروض احنا بنقول ايه؟ مع المادة الهدف، صح؟ صح؟ بس خليك محدد وبيولوجي. انا ما اقدرش اقول ان الانزيم مع المادة الهدف او مادة التفاعل، اقول كلمة تفاعل، هو بيتحد فقط لانه بيطلع بعد كده. ايه الفرق يا ميس ما بين التفاعل والاتحاد؟ انا شايف انها واحدة. لا مش واحدة. انت ماشي مع صديقك وجيت حطيت ايدك في ايده ومسكت ايه كفك مع كفه، بعد ما وصلت مثلا لمنطقة معينة او بيتك بتسيبه تاني وبتبعد كفك عن كفه، ده اسمه اتحاد. اتحدنا مع بعض وسيبنا بعض، لكن قصدي ده طبعا اتحاد. لكن لو جيت اتكلمت عن التفاعل، لا انا لو اتكلمت عن التفاعل فانا الماده اللي في ايدي هتتفاعل مع الماده في ايده، ممكن تكون ايد واحده، وبالتالي ما اقدرش اسيب ايده، هتبقى حته واحده ما اقدرش اسيبها، ادي الاتحاد. لكن احنا عارفين ان من خصائص الانزيم زي ما بيخش زي ما بيخرج، ما بيتاثرش وما بيأثرش، لانه زيه زي الماده الحافزه او العامل المساعد. اذا الانزيم مع مادة التفاعل بيحصل إيه؟ بيحصل اتحاد وليس تفاعل، يخش يمسكها كده عشان يؤدي مهمته ويطلع، يقدر يطلع من غير ما يأثر أو يؤثر في النواتج أو هو اللي يتأثر. بس أول ما يتفاعل مع مادة التفاعل، ما ننساش في وجود مية، بيترك او بنحصل على مركب وسطي. بس المركب الوسطي ده مركب غير ثابت، مركب غير ثابت. يعني ايه غير ثابت؟ اصل مش هيقعد مدة طويلة معايا لغاية اخر التفاعل، لا ده مركب عشان بسرعة يعطي حاجات تانية، يعطي نواتج وانزيم، هو ما ي... لن يلبس معايا لغاية اخر الايه العملية اللي هي التحليل. بالعكس ده هيديني نواتج وهيديني الانزيم اللي خرج زي ما دخل الكمية بتاعته. اذا هيديني مركب وسطي، في المركب الوسطي غير ثابت، هيقعد مرحلة معينة بسيطة بس لن يكون موجود بعد كده، هيختفي لانه هيتحول لنواتج وانزيم. وبأكد اتحاد وليس تفاعل عشان ندخل برضو تاني في او نوضح تاني خصائص الانزيمات. انا بقول ان هي متخصصة، تمام، وقلت ان هي بتعمل على مادة هدف واحدة، وحتى قلت لك ضبة ومفتاح. بالعكس دي اكثر تخصصا، ان الخاصة بالكربوهيدرات ممكن تكون في انزيم خاص ب السكريات الثنائية، وإنزيمات خاصة بالإيه المعقدة زي النشا. كل واحدة لها شكل فراغي، لها شكل معين الإيه المادة تدخل فيها تتكسر وتطلع. ودايما أقول إن الإنزيم الأكثر تخصص اللي ليه وظيفة واحدة فقط، يعني بالأسلوب العلمي إن بقول إن الإنزيم الأكثر تخصصا له مادة هدف واحدة بس، اللي أكتر بيكون أقل تخصص. تمام، فهمنا إن الأكثر تخصص في الإنزيمات اللي لها مادة واحدة. أهو أنت شايف الإنزيم والمادة أهو ركبوا على بعض ضبة ومفتاح، شكل الفراغي بتاعهم ده في بروزات بتناسب البروزات في المادة، وطلعت النواتج بدون أن تؤثر الإنزيمات على النواتج أو تدخل في التفاعل معاها. خرجت الإنزيم وبعتت المادة، أي برضو نفس الشكل التوضيحي بتاعها، إنزيم مادة، شكل الفراغي أهو نفس شكل التجويف بتاع المادة، وطلعت النواتج بدون ما يحصل أي تأثير لا في الإنزيم ولا اتحدت مع النواتج. الإنزيمات لا تؤثر على النواتج،
فعلا هي ما بتأثرش، لأنها زيها زي العوامل الحافزة. الإنزيم مش هيأثر في المادة الناتجة، لن يؤثر ولن يتأثر. يعني الإنزيم زي ما دخل زي ما خارج، مش هيتأثر ولا يؤثر على المواد، مش هو ما اتحدش معاها، هو قدامك بس حللها. هو نفسه كمان ما تأثرش بيها وفضل محتفظ بإيه بشكله وبيه بنفسه، زي ما دخل زي ما إيه خرج زي ما احنا بنقول. إيه تاني؟ زيادة معدل أو سرعة التفاعل. تمام، ما هي عامل حافز وهي عامل مساعد، مواد حافزة زي ما إيه بتزيد سرعة التفاعل بس ما بتتأثرش. طب يعني إيه حتى تصل إلى حالة الاتزان؟ ما هو أنا بزيد معدل أو سرعة التفاعل عشان أصل لإيه؟ أصل للغاية بتاعتي اللي هي النتيجة اللي عايزاها. يعني أنا دلوقتي عايزة أحول النشا لسكر مالتوز عشان يتحول بعد كده لإيه؟ جلوكوز يديني طاقة. فأنا النتيجة بتاعتي إن أنا أحول النشا لمالتوز، هي دي حالة الاتزان أو ما يطلق عليها حالة الاتزان. فأنا بزيد من سرعة ومعدل التفاعل يبقى أسرع لأنه عامل حافز عشان أصل لحالة الاتزان، عشان أنا عايزة نتيجة معينة، هي دي النتيجة اسمها حالة الاتزان. وانس إن أنا وصلت ليها، إذن فأنت وصلت إلى حالة الاتزان اللي أنا عايزاها. إحنا اتفقنا إن بعض الإنزيمات ليها تأثير عكسي. يعني إيه تأثير عكسي؟ بص معايا في الفيلم الجميل ده، شايفين مونيمرات معينة والإنزيم تحت عمل لها إيه؟ عملية اتحاد، عمل لها برمرة تاني. هو إحنا مش واخدين إن الإنزيم بيعمل تحول جزيئات كبيرة لصغيرة؟ لا، ده ممكن كمان نفس الإنزيم أو بعض الإنزيمات بتعمل عملية بلمرة، بتعيد تاني اتحاد المونيمرات لتحولها بوليمرات من أول وجديد تاني. مش بعض الإنزيمات، بعض الإنزيمات تفرز غير نشطة. يعني إيه تفرز غير نشطة؟ ويعني إيه الكلمة دي؟ وأنا قلت لك أول ما تسمع إن بعض الإنزيمات تفرز غير نشطة، على طول في دماغك تحط الإنزيمات الخاصة بإيه؟ بتحويل البروتينات أو بهدم البروتينات. طب اشمعنى البروتين؟ طب ليه مش حاجة تانية؟ هقول لك، هو الإنزيم بيفرز منين؟ من غدد؟ من أعضاء معينة؟ طيب متكونة من ايه؟ هو اصلا جسمي كله متكون من ايه؟ مش من بروتينات؟ جسمي معظمه بروتين. اذا لو انا حفرز انزيم هاضم للبروتين، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيضطر يهدم لي العضو اللي مفرز منه، صح؟ يعني الانزيم هيفرز مادة هتهدم لي المكان اللي خارج منه. تمام، يبقى انا كده ايه لازم افرزه غير نشط، غير نشط. ليه؟ لان وبالذات قلت لك البروتين، لان هي ممكن، دي مش ممكن كمان، دي هي هتهدم الخلية والعضو المسؤول عن افرازه، بتهدم بروتين. طيب ايه تاني بقى من الخصائص؟ الخصائص بتاعت الانزيم جايه من تركيبه، اصلا هو متركب من البروتين، يبقى اذا بيتاثر كمان بدرجه الحراره والبي اتش. قلنا كلما ارتفعت درجه الحراره عن الحد المطلوب، عن الحد المطلوب اللي بتكون فيه سرعه التفاعل ممتازة، زادت درجة الحرارة حد الأعلى والحد الأدنى، فاكرين في أولى ثانوي؟ زادت حد درجة الحرارة، هيتوقف عمل الإنزيم وبعدين
هيتحول من مادة كيميائية إلى مادة كيميائية تانية من حالة لحالة. طبيعته اتغيرت، بعد ما كان سائل زي البيضة كده بقى صلب، إذن هيتوقف عمله. هل هيرجع تاني؟ لا، لو انخفض درجة الحرارة لا مش هيرجع تاني، خلاص هو اتحول من مادة لمادة. هل البيضة بعد ما سلقت حطيتيها في الفريزر أو خفضتي درجة الحرارة أو شلتيها من على النار هترجع سائلة تاني؟ لا، يبقى يؤثر في درجة الحرارة، لأن هو بروتين، الإنزيم ده بروتين، مادة بروتينية، سلسلة من أحماض أمينية بتتأثر بدرجة الحرارة، وكمان بتتأثر بالبي اتش. إيه البي اتش ده؟ إيه البي اتش ده؟ البي اتش اللي إحنا عارفينه ده مقياس بيقيس لي تركيز الاتش في المحلول عشان أقدر أقول ده حامضي، ده قلوي، ده قاعدي. فانا الانزيمات عندي في بعضها بتشتغل في معتدل، في بعضها بيشتغل في وسط او محلول حمضي، في بعضها في قلوي. اذا نقلت الانزيم اللي بيشتغل في الوسط الحامضي الى وسط قاعدي بيتوقف تماما عن عمله، والعكس صحيح لكل انزيم وسط. طب هل البي اتش دي اللي احنا خدته، فاكرين البي اتش دي كانت عبارة عن ايه؟ عن مقياس ممتد من 0 لـ 7، شايفين ممتاز من 0 لـ 7، انا عاملها بالدرجات اهي. كلما اتجهنا من 7 لـ 0 تزداد الحامضية، كلما اتجهنا من 7 لـ 14 هي اخر حاجة تزداد القلوية او القاعدية. ده انا كمان بقدر اعرف اذا كان حمضي قوي قلوي ضعيف عن طريق برضو الايه المقياس اللي عندي المتدرج. ما انا لسه بقول كلما اقتربت من الزيرو، يعني انت من 7 لنازل، اكيد اللي بيشتغل انزيم اللي بيشتغل في 6 اللي هي قلوي حمضي ضعيف، والانزيم اللي بيشتغل في 4 حمضي اقوى محلول حمضي اقوى. القاعدي لما اتجهنا ل 14، اصل المقياس من 0 ل 14 وفي النص 7 اللي هو المتعادل، كلما ارتفع من 7 ل 14 كلما زادت القاعديه او القلويه. وده بندرسها ليه؟ عشان اشوف الانزيم بيشتغل في انه بي اتش بالظبط، هل قاعدي حامضي، عشان اخد منه سرعه تفاعل وإيه وتفاعل وتحلل المادة سريعا يساعد. طبعا سؤال، علل معظم التفاعلات لا تتم إلا في وجود الإنزيمات. علل معظم التفاعلات لا تتم إلا في وجود إنزيمات. طبعا ليه؟ لأن معظم التفاعلات الكيميائية في الكائنات الحية ليها مدى قصير من درجات الحرارة، ولكن هذه درجات الحرارة ليست كافية لتصل إلى درجة حرارة التنشيط المطلوبة لبدء عملية التفاعل الكيميائي، فلازم أحط إنزيم. إيه الكلام الكبير ده؟ أنا عايز أفهم، وأنا مش بقول كده وبس، هقول لك إزاي. بعض التفاعلات الكيميائية، بتحتاج درجة حرارة 70 وبعضها بتحتاج 100. أنا درجة حرارة جسدي جسمي كإنسان 37، لو ارتفعت بعد كده إيه اللي بيحصل؟ هتتوقف عمل الإنزيمات. ليه؟ مش أنا مكونة من بروتين، الإنزيم مكون من بروتين. طب ارتفعت درجة حرارة هتتوقف. طب انا عايزه التفاعلات دي تتم، وهي ما بتتمش غير في درجه حراره 70 و100 وانا 37، اعمل ايه؟ استعين بالانزيم اللي هو يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقلل طاقه التنشيط، هيقلل طاقه التنشيط اللي لازمه لبدء التفاعل، هيحولها من 100 او 70 الى 37 عشان يقدر يتم التفاعل. صح؟
يبقى كده الانزيم مهم. طيب، علل بعض الانزيمات تفرز بصورة غير نشطة، وانا قلت لك ليه. طالما قال غير نشطة يبقى هي ايه؟ الانزيمة دي خاصة بالبروتين لكي لا تهدم الخلية او العضو المسؤول عن افرازها. جسمي كله متكون من بروتين، يبقى الخلية والعضو متكون من بروتين، هل انا هفرز مادة تهدم لي الخلية اللي هي بتفرزها؟ بنسميها تاكلها، حتى نقول ايه، تاكل الخلية او العضو؟ لا طبعا، فبتفرز غير نشطة. ليه بينصح بتناول، بعدم تناول، لماذا لا ينصح بتناول اكل ثقيل على المعدة اثناء ارتفاع درجة الحرارة؟ ليه كده؟ لما يكون مثلا احنا على طول نتعب او عندنا برد وسخونة، اهالينا كانوا دايما يقولوا لنا ايه، اشربوا شوربة. ليه؟ احنا عايزين ناكل مش عارفة ايه، طبيخ وحاجات وحاجات مقليات لا، شوربة. ليه؟ ان ارتفاع درجة الحرارة في الجسم عن الحد المطلوب عن 37 او انخفاضها، او انخفاضها عن حرارة الجسم اللي هي برضو 37، سيجعل الانزيمات لا تعمل بكفاءة. وعشان كده يا جماعة، لو ربطناها بالحياة العملية بتاعتنا وبالحياة عامة، زمان كان لما الاطفال يسخنوا تلاقي الام تجري تعمله كمادات، تحطه تحت المية بحيث تخفض من درجة الحرارة. ممكن تكون الأم أو الجدة دي جهلة، ولكن هي فاهمة إن لو ارتفعت درجة الحرارة عن الحد المطلوب اللي هو 37، طفلها هيتأذى. ليه؟ لأن الإنزيمات اللي بتسيطر على جميع العمليات الحيوية اللي بيحصل فيها هتتوقف عن العمل، وممكن تتغير تركيبها طبيعي، وبالتالي هتموت. تمام، عشان كده بتخفض درجة حرارته. نرجع تاني للهضم في الانسولين. انا كل اللي كنت باخده من الانزيمات دي انا كنت باخدها عشان ادخل على تركيب الجهاز الهضمي، لاني انا عايزة اعرف ازاي بيستفاد الانسان من الطعام. فقلت عن طريق 3 مراحل: الهضم، امتصاص، وتمثيل الوزن. تمام. طيب، الجهاز الهضمي اللي هيساعدني في عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي بيتركب من ايه؟ بيتركب من القناة الهضمية اللي هي بادئة من الفم، ثم البلعوم والمريء، ثم المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. بس خلي بالك، الأمعاء الدقيقة بشقيها أو بنوعيها اللفائفي والـ12، وبعد كده الأمعاء الغليظة. تمام. طيب تمام. كمان عندي غدد ملحقة. يعني ايه غدد ملحقة؟ الغدد الملحقة دي نسيج لطبيعة خاصة إفرازية بتنتج مادة إفرازية، ومش ممكن أبدا الطعام يدخل ليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي فمك لما بتحط الطعام جوه، عيش مثلا وكربوهيدرات، سكريات، فراخ، لحمة، البيضات، اي حاجة، بتحس ان فيه غدد بتفرز اللعاب المخاط بتاع البق. اللعاب ده بيعمل عملية هضم للكربوهيدرات اللي موجودة عندي. هل الكربوهيدرات بتقدر تخش الغدد اللعابية؟ لا، امال ايه؟ دي الغدد هي اللي بتفرز لها في تجويف الفم الانزيم عشان يحللها. يبقى اذا الطعام ما قدرش يخش الغدد، لكن هو قاعد راكز فين؟ في الفم، مستني مين؟ الانزيم بتاع الغدد، عشان يقوم بايه، بتحلله، عشان يوصله ايه، لمونيمرات صغيرة. اذا هي لها طبيعة افرازية تنتج مادة معينة،
افراد، ولا يمكن للطعام الدخول اليها عشان هي ايه غدد ملحقه، زي الغدد الملحقه زي ايه، اديني مثال كده. زي الكبد والبنكرياس والغدد اللعابيه. الغدد اللعابيه بتفرز في الفم صح، الكبد بيفرز الصفراويه فين؟ في الاثنى عشر بتاعه الامعاء. طيب والبنكرياس برضو بيفرز في الاثنى عشر الانزيمات بتاعته، ده الجهاز الهضمي. طب تعالى نشوف كده الجهاز في رسمة حلوة قوي. انا عندي اهو الفم، طبعا المريء البلعوم والمريء والمعدة، وننزل على الامعاء خلي بالك انا حطيت الغدد هنا معايا، الكبد والبنكرياس وايه، وده الجهاز الهضمي كله. صورة تانية برضو بتوضحولي اهو، الفم بداية من الفم مريء ونزل على المعدة، الكيس اللي قدامي اهو انا معايا الدقيقة منوعيها اللا أفائي والاثنى عشر والامعاء الغليظة، في الاخر في عندي المستقيم. نمسك اول حاجة الفم في اول الجهاز الهضمي. اول حاجة في الجهاز الهضمي هي الفم. الفم هنلاقي لو احنا شرحناه هو عبارة عن غدد لعابية وفي لسان وفي أسنان. الغدد اللعابية عددها 3 أزواج يعني 6، ولسان وأسنان. احنا عندنا الأسنان عندي قواطع لتقطيع الطعام، عندي أنياب لتمزيق الطعام، عندي ضروس أو طواحن لطحن الطعام. تخصص أهو جميل. طيب اللسان بيعمل ايه؟ ده اللسان ده بيعمل على تقليب الطعام عشان يختلط بإنزيم هعرفه دلوقتي، وكمان بحلمات التذوق اللي ايه، هتذوق طعام السكر الملح الحاجات دي، وده نعمة كبيرة من ربنا طبعا. الغدد اللعابية اللي موجودة في الفم عبارة عن 3 أزواج، زوج تحت اللسان وزوج تحت الفكين وزوج أمام أو أسفل الأذنين. طب الغدد اللعابية دي تحتوي على إيه؟ على اللعاب الأمايليز. بس يا ريت لما تيجي تقولي الأمايليز الإيه اللعابي، لأن في أمايليز تاني هندرسه، فانت وضح لي يعني انزيم الاميليز اللعابي او التانين. تانين هو الاميليز اللعابي، فانت يا تقول الاميليز اللعابي يا التانين. بيعمل ايه التانين او الاميليز اللعابي؟ اول ماده يتم هضمها في الجهاز الهضمي هو النشا، الكربوهيدرات المعقدة. أول ما بتحطها في فمك تبدأ الغدد تفرز الأمايليز اللعابي أو التانين، يبدأ اللسان يقلب عشان يساعد في عملية الهضم مع درجة حرارة الجسم في وقت كافي، عشان هو بيشتغل في درجة حرارة الجسم، هيديني على طول الملتوز اللي أنا عايزة أحصل عليه، وحبة من النشا اللي ملحقش إن هو يتحقق للملتوز. هنا أنا بقول إيه؟ بقول النشويات أو الكربوهيدرات المعقدة بيحصل لها هضم جزئي. يعني إيه هضم جزئي؟ ما هو اصل في لسه تاني تكملة، انا حصلت على ملتوز، انا عايز احصل على جلوكوز عشان اقدر استفاد بيه ويخش لي في الاوعية والشرايين عشان دمي يقدر يحمله الى جميع اجزاء الجسم. فيعني هو هنا كده حولت المعقد الى ملتوز، في جزء تاني هحول الملتوز لجلوكوز. اذا فانا بقول ايه؟ هضم جزئي، لسه ما ايه ما إيه؟ ما اتهضمش كليا، تمام. زائد ان في حبه كمان من النشا لسه ما اتهضموش.
فانت دايما لما بتقول الامايليز اللعابي بيعمل عمليه هضم جزئي لاول ماده بيحصل لها هضم هي النشا او الكربوهيدرات المعقده. تمام كده؟ تمام. وتحولت طبعا لسكريات ثنائيه. عشان كده دايما اهالينا يقولوا ايه، اقعد وانت بتاكل وبالراحه واهضم، امضغ الاكل بالراحه. ليه؟ اصل المضغ كمان بيساعد في تكسير الجزيئات الكبيره، فبالتالي الانزيم بيشتغل في مساحه اقل، فبيسرع من عمليه الايه الهضم، بيساعد الانزيم على عمليه الهضم اللي بتحصل في النشا. خلي بالك النشا بيشتغل في الفم، والفم ده البي اتش بتاعته 7.4، تقدر تقول كده قلوي ضعيف جدا، قلوي ضعيف جدا. انا ما اقدرش اقول ان في حاجه 7 من 10 يعني متعادله الى الماء النقي في درجه حراره معينه 25، فلازم ده يكون 7.4 اللي هو ايه البي اتش بتاعت الفم اللي بيشتغل في الاميليز او انزيم الاميليز في البي اتش بتاعته، لازم تكون 7.4 اللي هي موجودة في الفم. تمام. طيب خلصنا الفم، نيجي على مرحلة البلع. اول ما بتنزل الخضمة اللي هي الطعام او القضمه بتاعتي، اهي اتطحنت اتقطعت بين عليها الاميليز، لو فيها جزء من النشا هيتحول لملتوز، هنبدا بقى نبلعها نبلعها، يبقى نوصل لمرحله ايه البلع. اول استقبال لاول عضو في مرحله البلع هو البلعوم بعد الفم، فم بلعوم. طب البلعوم ده هو عباره عن ايه؟ ده ممر بيوجد فيه مؤخره الفم، بيمتدني منه أنبوبتين هي القصبة الهوائية والمريء. يبقى هو موجود في مؤخرة الفم، يمتد منه أنبوبتين المريء والقصبة الهوائية، يعني هو ممر مشترك. أيوة ممر مشترك. وأول ما بينزل بيتحول لمريء وقصبة هوائية. تعالى كده نشوف الفيلم الجميل ده اللي بيوضح لي أنا باكل أهو بالراحة، أسنان بتطحن، أنياب بتقطع، ضروس أهي، شايف البلعة؟ شايف البلعة؟ شايف جميل البلعة نازلة فين؟ سبحان الله، نازلة على لسان المسمار اللي بيسد القصبة الهوائية عشان تنزل في المريء. شايف؟ آلية عظيمة. ليه الطعام ما بينزلش في القصبة الهوائية رغم إن هو تفرع من تفرعات البلعوم؟ ليه ما بينزلش؟ لاني لو انا مسكت البلعوم كده قدامي، البلعوم ده بيتحول لي المريء وقصبة هوائية. طيب المريء بيكون مزنوق ما بين العمود الفقري وما بين القصبة الهوائية. القصبة الهوائية بتبقى قدام المريء اللي هتنزل فيه الأكل، والعمود الفقري موجود في الخلف، والبلعوم نازلة فيه الأكل، نازل منه القضمة. بيحصل إيه؟ شوف الآلية الجميلة اللي بتخلي الأكل ما يوصلش للإيه؟ للقصبة الهوائية. إن أثناء البلع الطعام نازل وبيعمل إيه؟ اهو هقول لك، بص نازل، بص اول ما هينزل ايه اللي هيحصل؟ شايف هيزق مين؟ لسان المزمار. ادي لسان المزمار، فلسان المزمار هينزل هيقفل حته القصبه اهي اتقفلت، وارتفعت القصبه الهوائيه كمان عشان تساعد في ايه غلق لسان المزمار لها، ونزل الطعام من الايه على المريء اللي انا عايزه. يعني العملية دي عملية اسمها فعل منعكس منسق، سريعة ولحظية، يعني سريعة بسرعة. يعني ايه فعل منعكس منسق؟
يعني بتحدث دون إرادة من المخ. الإشارات اللي بتجيلها من الحمل الشوكي، هي لسه هتستنى المخ لما تجي إشارة؟ أنت لما تكون ماشي في الشارع وتلاقي حبة تراب، بتلاقي عينك إيه بتغمض لوحدها، صح؟ مش محتاج لسه إشارة من مخ تقفل العين، لأ. تمام، حد بيرمي حاجة بسرعة بتلاقي إيه إيدك ارتفعت وعينك غمضت، حاجة إيه سريعة لحظية، فعل منعكس منسق. دي تبع أقواس انعكاسية إن شاء الله هتبقى تدرسها بعد كده. مش محتاجة إشارة من المخ، لا إرادية. تمام؟ طيب، يبقى ارتفاع القصبة الهوائية وزق القضمة الغذائية للسان المزمار وارتفاع القصبة هيسدني القصبة وينزل الطباغم غصب عنه للمجرى اللي مفتوح له اللي هو مجرى المريء. طب ليه ساعات بيحصل شرقة تقعد تكح؟ هقول لك، انت وانت دلوقتي بتبلع حد ضحكك، حد خضك، حصل حاجه، حد خبطك، عملت عمليتين في وقت واحد، الطعام نازل وانت بتضحك او اتخضيت، لسان المزمار، القصبه الهوائيه، حصل برجله، لسان المزمار ما خدش باله جاي بيبلع، راح رحت انت ضاحك، راح ايه المهم نزلت قطعه صغيره جدا من الطعام، حصل في ايه بقى دلوقتي؟ شرقة. بيقابل الشرقة دي نتيجة ان ايه؟ بيقابل ان هو داخل فين؟ في القصبة الهوائية. القصبة الهوائية مليئة مليئة بالايه؟ بالاهداب اللي عايزة تطرد الحاجة اللي دخلت لها غصب عنها عشان تقدر تتنفس. ما اصل انت لو نزل الطعام ده في القصبة الهوائية ممكن تتخنق وتموت، فربنا سبحانه وتعالى حط فيها كمية من الاهداب عشان تطلع لي لفوق الطعام اللي نزل او الايه نقطة المية او اي حاجة دخلت ايه مش عاوزينها الى القصبة الهوائية. يبقى انا كده انا قلت لك ان اللي بيحصل في عملية البلع هو فعل منعكس منسق. في سؤال يجي يقول لك هو ارادي ولا ارادي؟ عملية البلع ارادية ولا ارادية؟ اه ليه؟ ليه لا؟ هي ارادية ولا ارادية؟ ليه؟ انت بتنضغ وبتبلع، مش ده ارادي؟ وقت ما عايز تبلع بتبلع، اما تزهق من الاكل تروح بلعه، ساعات بتزهق وتروح بلع بسرعه قبل ما تهضم، يبقى انت ارادي بتتحكم فيه. وانس ان هو دخل على البلعوم ولسان المسمار يبقى فعل منعكس ايه منسق، يعني بالظبط لا ارادي بدون تدخل في المخ، ده بينزل بيزق دي بترتفع بيقفل بينزل في المجرى التاني يبقى لا ارادي، يبقى هو فعلا ايه ارادي ولا ارادي. نكمل. المريء هنا بيقول لك هل بيعتبر المريء عضو هاضم؟ طب نشوف كده، نجرب نجرب. المريء طوله 25 سم، بيلي البلعوم، ممتد بمحاذاة العمود الفقري في التجويف طبعا الصدري زي ما احنا قايلين، ماشي، بيمر في العنق، بطنته فيها عدد من الغدد لإفراز المخاط، ليه؟ عشان يسهل لي نزول القضمة الغذائية. طب هل في حاجة تانية بتهدم؟ لا. طيب بيتم هضم أي مكون؟ لا. أمال هو إيه لازمته؟ لازمته إن هو بيوصل الطعام من البلعوم للمعدة، لا بيحصل فيه هضم ولا حاجة، مفيش غدد بتفرز فيه عشان يحصل فيه هضم، لكن الأميليز اللعابي اللي نازل مع القضمة الغذائية وهو نازل المريء لاقي نفس البي اتش، نفس الجو بتاعه، فبالتالي بيكمل الهضم بتاعه لغاية ما ينزل المعدة عشان يقف، لكن هو ما عندهوش أي إنزيم بينزل في المريء عشان يهضم، فهو مش عضو هاضم، هو مش عضو هاضم، هو مجرد موصل من البلعوم للمعدة. تمام، يبقى وظيفته توصيل الطعام. اجي البلعوم يا جماعه لسان المزمار ودخل اهي في المريء، طبعا البلعوم ودخل في المريء، وادي القصبه الهوائيه وادي المريء، شايفين القضمه نازله، نازله قطع الغذاء الخضراء دي نازله. طب بتنزل ازاي؟ عشان انا لسه بقول لك ان في غدد لافراز المخاط، فبيسهل عمليه المخاط دي بتسهل عمليه ايه انزلاق ايه الطعام. تمام، بس كمان في حاجة اسمها الحركة الدودية، بيعمل ايه ضغط، بيضغط
يرجع يسترخي تاني. فالحركة دي اسمها حركة دودية، اهي شايفها، يضغط يرخي، يضغط فالغذاء ايه ينزل لتحت، يرخي عشان في واحدة تانية جاية ويضغط. دي اتجاه طبعا الغذاء لتحت عشان يصل الى ايه المعدة، مرتخي ومنقبض، مرتخي بنسميها حركة انقباضية. تعال نشوف الفيلم الحلو ده، واحد اهو بياكل، ادي المريء اللي واصل للمعدة، كيس المعدة اهو الابيضاني الكبير ده بتحصل، شايف شايف ضغطة، بنسموها ايه حركة دودية، انقباض وايه وارتخاء، انقباض وارتخاء. وصل الطعام للمعدة، لقى البي اتش بتاعته مختلفة خالص، هو كان شغال في 7.4 قواعدي، لقى ايه المعدة، طب المعدة بتاعتي عبارة عن ايه؟ لا دي المعدة دي عبارة عن كيس منتفخ، اول ما بيوصل لها الطعام بالاميليز بيقف عمل الاميليز، اصل البي اتش بتاعتها مختلفة، اصل البي اتش بتاعتها حامضية. هنعرف ليه؟ الكيس بتاع المعدة ده اللي انت شايفه، شايف ادي المريء نازل للمعدة هيسلم الطعام للمعدة، ادي الكيس المنتفخ ده، لو احنا وضحناه اكتر، ادي المريء اول ما بينزل المعدة بيقابل الدخلة حاجة اسمها فتحة الفؤاد، دي عضلة حلقية، عضلة حلقية بتتحكم، عضلة حركية بتتحكم في دخول الايه الغذاء، تنزل حبة وتستنى شوية وتنزل حبة وتنزل شوية، ليه؟ عشان ما ينزلش مرة واحدة الطعام على المعدة، بنسميها فتحة الفؤاد. ممكن فتحة الفؤاد لأنها قريبة من القلب أو لأنها بداية للمعدة، بتفصل المعدة طبعا عن المريء وينزل الأكل على المعدة، وبعد كده يدخل على فتحة البواب، برضو العضلة دي عضلة عاصرة بتتحكم في ايه، في نزول الايه الطعام الى الامعاء الدقيقة. برضو لو انا بصيت هنا، اجي المريء، العضلة العاصرة الحلقية في الاول اسمها فؤادية، وبعدين المعدة، وبعدين العضلة البوابية او فتحة البواب اللي بتنزل طبعا على الامعاء او الاثنى عشر. بيتم في المعدة هضم البروتينات، يبقى أول بقى ما بتتهضم البروتينات بتتهضم في المعدة، بينزل في المعدة عصير معدي. العصير المعدي ده عبارة عن إيه؟ العصير المعدي هو عبارة عن سائل حمضي عديم اللون. أو هنا بقى إحنا قلنا إيه؟ المعدة فيها سائل حمض، عشان كده الأمينيز أو التينين أو الأمينيز اللعابي أول ما نزل المعدة توقف نهائيا، لأن البي اتش بتاعته كانت قلوية ضعيفة، لكن المعدة كان فيها إيه؟ فيها العصير المعدي، والعصير المعدي ده حامضي عديم اللون. طب هو بيتكون من إيه العصير المعدي ده اللي هيهدم لي البروتين؟ بيتكون من مية 90%، وبيتكون من حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك وميه بنسبة 90%، وانزيم، ادي الميه وادي ال HCl الهيدروكلوريك، البيبسينوجين. ايه البيبسينوجين ده؟ انزيم البيبسينوجين ده انزيم غير نشط، احنا اتفقنا المعده هتهدم البروتين، طب ما هي متكونة من بروتين، لو أنا أفرست العصير المعدي بتاعي نشط هياكل المعدة، لكن أنا بفرزه غير نشط عشان بس يهدم أو يحلل مائيا الجزيئات الكبيرة اللي هي البروتينات، بس الطعام ما يحلليش جدار المعدة كمان، فبفرزه غير نشط. فانزيم البيبسين اللي هو هيهدم لي البروتين لازم افرزه غير نشط، فبيسمى بيبسينوجين، والبيبسينوجين ده غير نشط، لما ينزل المعده ويلاقي ال HCl الهيدروكلوريك مع الميه طبعا بيتحول لي
الى بيبسي النشط يبدا ايه يحلل الايه البروتين بتاعي. ففي واحده تقول لي طب ما هو برضه لما بيفرد ما بينشط ما هو ممكن يحلل لي الايه الجدار المعده، صح؟ صح فعلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى مغلف المعده برضه ببعض المخاط، المخاط ده في الكيس ده كله محاط بمخاط بيقلل من تأثير الايه البيبسين، زائد ان كل البيبسين بيفرز اثناء الطعام، بيتنبه المعده ان في طعام، فالمخ يصدر لها اوامر افراز على طول الايه البيبسينوجين، فيلاقي الاتش سي ال في المعده والميه خلاص. وانت خلي بالك انا قلت لك لازم يكون في ميه في جميع مراحل الهضم في الانسان، فبينزل البيبسين على طول بيتحول من بيبسينوجين الى بيبسين يبدا يهضم ايه الطعام. فقبل ما يهضم الطعام بتكون نسبه قليله قوي اللي فاضله يعني. فالجزء ده مش هيهضم المعده لان هي متغلفه كمان بايه بمخاط عشان ما يقدرش ايه عليها البيبسينوجين، زائد ان هو مشغول بهضم البروتين، صح كده؟ يبقى احنا عارفين. طب هضم البروتين بيعمل انزيم البيبسين قلنا النشط على التحلل المائي للبروتين، وانا قلت لك الميه لازم في جميع المراحل مع الانزيمات، يبقى البروتين زائد الميه في وجود البيبسين النشط والاتش سي ال بيحولها ايه، بيكسر الروابط اللي ما بين الحموضة الأمينية اللي هي روابط البيبتيدية، ماشي، في سلسلة البروتين، ويحولها من بروتين لعديد البيبتيد لإيه بقى؟ لتكملة بعد كده عملية بقية عملية الهضم. يبقى برضو أول حاجة البروتين بيتهضم. طب أنت هتسألني تقولي إيه هو إيه لازمة الـ HCL في المعدة؟ الايه الاتش سي ال في المعده بينشط لي البيبسينوجين يحوله البيبسين. حاجه تانية بيحول المعده لوسط حامضي، ليه؟ عشان يوقف عمل انزيم الاميليز اللعابي او التينين. حاجه تانية بيقتل كل الميكروبات وكل الجراثيم اللي موجوده عندي اثناء ما انت بتاكل، بتخش ساعات الميكروبات والجراثيم. اسئله بقى، بتتوقف عمليه البلع على كل مما ياتي ما عدا هل الحنجره، لسان المسمار، المريء، اللسان؟ اكيد المريء، لان قلنا ان هو عضو مش بيحصل فيه هضم، فبالتالي عمليه البلع مش موجوده في المريء. تحول الأحماض الدهنية والجليسرين إلى مواد دهنية تعتبر عملية إيه؟ الأحماض الدهنية لما تحول إلى مواد دهنية عملية بناء والمرة. تعتبر عملية البلع فعل منعكس منسق، أيوة، لأن اندفاع الطعام من الفم ده إرادي، لكن أثناء ما ارتفاع القصبة واللسان المسمار بيقفلها وينزل إلى المريء ده كله لا إرادي تبع الايه النخاع الشوكي ومش المخ. ضرورة مضغ الطعام جيد في الفم خاصة في الأغذية النشوية، أيوة، ليه؟ عشان إنزيم التيلين ياخد دوره، ياخد وقته في هضم النشا ويحوله السكر ثنائي الملتوز أو سكر الشعير. وبكده يبقى انتهى درسنا اليوم، مع تحياتي دكتورة صوفيا محمد، ومع تمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، وشكرا لاستماعكم.